قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيصلي إن منع الميليشيا الحوثية إنشاء أنظمة للمراقبة يشترطها المانحون يأتي مقابل دفع أموال يستقطعونها من مواطنيهم دافعي الضرائب. وقال ديفيد بيصلي: أمضينا العامين الماضيين في محاولة إقناع الحوثيين للتغلب على هذه العوائق غير الضرورية. وأضاف بأن الأسوأ من ذلك هو التسبب في التأخيرات من قبل الحوثيين التي لا نهاية لها في فقدان كبار المانحين الثقة في أننا سنكون قادرين على ضمان حصول الأشخاص المناسبين على الدعم الذي يحتاجونه.